اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره تانية. وصلنا مع حضراتكم لفقرتنا المعتاده اسبوعيا دنيا الجمال مع دكتور منير ويليام لبيب كبير جراح التجميل. صباح عليك يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا. النهارده الحقيقه اخترنا موضوع طبعا فيه جزء شق كبير جراحات التجميل، ولكن موضوع بيعاني منه الكثيرون خصوصا من يعانون من امراض السكر، موضوع القرحات اللي بتظهر في الجسم خصوصا قرحه القدم السكري. خلينا يا دكتور في البدايه باسلوب مبسط اعرف ازاي ان في الجسم في قرحه. هي القرحه في البدايه عباره عن فقدان جزء من نسيج نتيجه التهاب او اصابه. النسيج ده ممكن يكون الجلد يبقى قرحه جلد، ممكن النسيج ده يكون المعده يبقى قرحه معده، ممكن النسيج ده يكون رحم يبقى قرحه عنق الرحم وهكذا. الحقيقه بالنسبه لقرحه الجلد احنا بنقسمه الى نوعين، في قرحه سطحيه بتشمل البشره وممكن تدخل تحتها الى طبقه الادمه، وممكن قرحه عميقه تدخل لغايه النسيج الدهني تحتهما او ممكن توصل لغايه العضلات. ده بالنسبة لقرحة القدم، فيبقى القرحة عبارة عن فقدان جزء من الجلد. ازاي او نخلينا نقول ايه هي اسباب ظهور القرحة بصفة عامة في الجسم؟ هل في اسباب بعينها ان انا عندي مثلا مرض بعينه، مرض وراثي، اهمال في مثلا تناول عقاقير معينة، التعامل مع غلط مع بعض الكريمات او الادوية، بيبقى ايه المشكلة يا دكتور؟ شوفي القرحه بصفه عامه ليها اسباب كثيره جدا، اهمها على الاطلاق البدانه المفرطه، لما يكون العيان سمين جدا ممكن يكون ده سبب. الحاجه الثانيه التدخين، في عيانين التدخين بيكون سبب في تكوين القرحه وزيادتها. الحاجه الثالثه عمليات البطن اسفل البطن والحوض. الحاجه الرابعه الولاده، في قرحات بتيجي بعد الولادات. الحاجه الخامسه بعض الامراض المزمنه زي الدرن، في قرحه اسمها قرحه الدرن، زي الزهري في قرحه اسمها قرحه مرض الزهري وهكذا. ولكن الاكثر شيوعا ايه يا دكتور؟ وبعدين في القرحه الوريديه ودي بتبقى مشهوره في العائلات، الاقي كذا فرد في العائله عنده نفس القرحه في اماكن مختلفه في الساق في الرجل وهكذا. دي هي مجموعه القرحات. لكن لو رجعنا للقدم السكري ده سيادتك هيبقى كلام اكثر شويه اكثر تخصصا. لو حبيت نتكلم عن اسبابها بالظبط يا دكتور، لان طبعا قرحه القدم السكري بيعاني منها من يعانون طبعا من موضوع السكر، فخلينا دي يا دكتور الموجوده قدامنا دي كلها ومجموعات من القرح. دي قرحه ناتجه عن حرق، في قرحه بعد كده ناتجه عن اصابه. لكن لو اتكلمنا عن قرحه القدم السكري زي ما سيادتك بتقولي، في ثلاث اسباب رئيسيه لقرحه القدم السكري. السبب الاولاني بيكون عباره عن التهاب الاعصاب، والتهاب الاعصاب ده بيعمل ثلاث حاجات واضحه زي تماما. الحاجه الاولى التهاب الاعصاب بيديني عدم قله الاحساس، فالعيان بيبقى ماشي بيخبط في اي حاجه مش حاسس بالالم تتكون قرحه. الحاجه الثانيه التهاب الاعصاب بيخلي العرق اللي في الرجل اقل وبالتالي تزداد سخونه القدم. الحاجه الثالثه التهاب الاعصاب بيخلي عضلات الرجل ضعيفه، فيبقى ده السبب الاولاني اللي هو التهاب الاعصاب اللي موجود في قرحه القدم السكري. السبب الثاني هو عباره عن ان الشرايين بتاعه القدمين بيبتدي يحصل فيها نوع من الترسيب ويحصل تصلب الشرايين. السبب الثالث انه في التهابات فطريه، وهذه الالتهابات الفطريه احنا ما بناخدش بالنا منها، بتيجي بعدها على كده هو التهابات بيبقى بكتيريه. فهم دول الثلاث اسباب لو اجتمعوا مع بعض يعملوا لي قرحه القدم السكري. ايه هو مسار القرحه خصوصا قرحه القدم السكري؟ الحقيقه مسار القرحه بيكون نوع من ثلاثه، يا اما مسار حاد زي القرحه الناتجه عن حرق او القرحه الناتجه عن اصابه، واحد اتعور في حادثه عمل حاد، او بيكون نوع ثاني تحت الحاد اللي بنسميه سب اكيوت، ده موجود زي قرحه الدرن او قرحه الزهري. وفي النوع الثالث بيكون التهاب مزمن اللي هو زي موجود في قرحة القدم السكرية، سواء كانت الوريدية اللي هي معظم الحالات بالقدم الوريدية. لو قدامنا دي مثلا قدامنا قرحة قدم سكري موجودة، زي ما انا قلت في ثلاث حاجات موجودة. الحاجة الأولانية فقدان التهاب في الأعصاب في النهايات العصبية. الحاجة الثانية ان في التهاب فطري من الفطريات بينتج عنه بعد كده التهابات في البكتيريا. الحاجة الثالثة ممكن تلاقي الشرايين هنا فيها نوع معين من انواع تصلب الشرايين. وخلي بالك يا أستاذة ان القدم السكريه مش اللي بتفتح بقرحه، بتكون حوالي من 20 ل 80% من الحالات عندهم قدم سكريه، لكن اللي بيتكون قرحه فيه حوالي 2% بس، وده يعتبر رقم عالي. يعني لما تلاقي كل 100 حاله فيها قدم سكريه 2% منهم يعملوا لي قرحه زي القرحه اللي قدامنا موجوده على الشاشه دلوقتي. طب يا دكتور انا بشخص قرحه القدم السكري ازاي من حيث الشكل؟ يعني امتى يعرف المريض ان لا ان هو داخل في مشكله وان ابتدت تظهر عنده اعراض قرحه؟
شوف سيادتك السؤال ده مهم جدا، لان القرحه القدم السكريه فيها انواع كثيره جدا. على سبيل المثال النوع الاولاني القرحه الوريديه، يعني في تعب في الوريد بتاع الرجل بتاعه هذا المريض، ده بنلاقيه غالبا في الثلث السفلي من الرجل من الداخل، ده غالبا بنلاقيه في السيدات، ده غالبا بنسبه اعلى من الرجال، دايما بنلاقيه في بعد سن ال 30 وبعد سن ال 40، بنلاقي فيه التهابات وبقع موجوده حوالين نفس القرحه، بنلاقي فيه الم شديد موجود في القرحه، بنلاقي لون القرحه ممكن تلاقيه قرمزي او يميل الى الاحمر، بنلاقي فيه الم شديد زي ما اتكلمت وقلنا فيها. دي بتبقى موجوده بالنسبه للقرحه الوريديه، وزي ما انا قلت ان دي ممكن تيجي في عائلات، يعني ممكن الاقي اب مع بعد كده جيل تاني ابنه او ابن ابنه عنده نفس الاصابه في نفس المكان بنفس الطريقه. في نوع تاني من القرح بتاعه الساقين دي القرحه الشريانيه، ودي اصعب كتير قوي، جلطه اتكونت في الشريان فبيبقى الم حاد شديد جدا، المريض مش قادر يستحمل نفسه، تعملي اشاعات تعملي تحاليل تلاقي في جلطه متكونه في الرجل، ودي لو اتثبت بتمشي في طريق من طريقين، بتعمل غرغرينه. الغرغرينه حاجه من حاجتين، يا غرغرينه جافه بنلاقيها موجوده، يا غرغرينه رطبه رط ووت جنجرين بنلاقيها بطريقه تانية. في نوع ثالث من القرحات يا استاذه اللي بيجي من حرق، واحد اتحرق واتكونت قرحه في رجله ما عالجهاش كويس، هذا النوع الناتج من الحرق من أسوأ ما يمكن، لان لو سبتيه 10 15 سنه بيتقلب لقرحه سرطانيه اسمها مارجولين ألسر، وتبقى مشكله، وابتدينا ندخل في قرحه سرطانيه موجوده في الرجل، ودي مشكله. في قرحه سهله قوي اللي قرحه الناتجه عن اصابه، بقول سهله ليه؟ لان دي علاجها بالنسبه لجراحه التجميل سهله، لان مجرد انك تعملي رقعه جلديه او تعملي نقل شريحه الحاله بتنتهي وبتبقى موجوده. فبناء عليه عشان اشخص زي ما سيادتك بتسالي هقدر اعمل حاجه من ثلاث حاجات، يا اما هطمن على الاورده عن طريق في اجهزه متقدمه تقول لي كفاءه الاورده ماشيه ازاي عن طريق الدوبلكس والدوبلر، او اطمن على الاعصاب عن طريق في اجهزه متخصصه لكفاءه الاعصاب، يا اما هطمن على الشرايين عن طريق ان انا بعمل صبغه بالنسبه لهذه الشرايين عشان اعرف ايه المشكله بالنسبه لها. فيبقى انا عشان اشخص الحاله بعمل يا اما بعمل حاجات اورده دوبلكس، يا اما بعمل اشعه بالصبغه، يا اما بعمل كفاءات معينه بالنسبه لها. قبل ما نتعرف على دور جراحه التجميل والتدخل الجراحي في معالجه القرح نستقبل بس التليفونات. معانا الاستاذ الغلبي من الشرقيه، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، عليك وعلى ضيفي الكريم. صباح النور، اتفضل يا فندم. والله بعد اذنك بس نكلم دكتور منير معاك، اتفضل. اهلا وسهلا، ربنا يخليه لنا يا رب ويطولنا في عمره. اتفضل يا فندم، الله يخليك. اتفضل. والله من فضلك يا دكتور، انا عندي الالم السكري ورجلي الاثنين خدانين، يعني بمشي كده ببطء خالص ورجلي الاثنين خدانين يا دكتور. من فضلك دلنا على نصيحه واي حاجه نمشي بيها، وباجي اقيس السكر الحمد لله بلاقيه 100 104، لو ناس خالص يبقى 130، وشكرا لسعاده الرئيس، ربنا يوفقك ووفق رئيسك ومدير مصر العربيه الله يخليك يا فندم، البطل الغالي المحترم السيسي. اشكرك اشكرك. معانا مدام سحر من القاهره، صباح الخير. صباح الخير يا استاذه زينة. صباح النور، ازاي حضرتك؟ اتفضلي. اخبارك ايه؟ الحمد لله، اتفضلي يا فندم. دكتور منير معاكي. حضرتك دكتور منير. اهلا سيدي، صباح الخير. احنا بنشكر طبعا الفقره الصحيه، صباح الخير يا مصر، واللي حضرتك ست انتوا فريق الاعداد بتجيبوا لنا حاجات قيمه، بس احنا بنعمل بس من سيادتك يا فندم وفريق الاعداد يبقى في تنوع في التخصصات، يعني عايزين في كافه التخصصات، يعني مش التجميل فقط. يعني احنا عامة يا استاذ سحر عندنا كذا يوم فقرات طبية، عندنا السبت، عندنا اثنين، عندنا اربع، ففي احنا بنتابع السبت يا استاذة زينة، لان احنا اجازاتنا السبت وبنحب دايما نشوف صباح الخير يا مصر ان شاء الله. متلاومة. ان شاء الله. بشكرك حضرتك. عندك اي سؤال؟ هو بس حضرتك التجميل بالنسبة للبشرة، عايزين نعرف مثلا الوقاية من في النهار وبالليل زي نقي البشرة دي. طيب حاضر، هنرد عليك يا استاذة سحر. حاضر. طيب خلينا نرد الاول على استاذ الغلبي في الشرقيه اللي قال ان هو عنده مشكله القدم السكري، وانه بيحس ما بيحسش برجليه، ورغم ان السكر بيقيسه بيكون في حدود معقوله 100 وشويه. هو دخلنا دلوقتي في طريق العلاج، وده اللي كنا هنتكلم فيه، ان العلاج اول حاجه العلاج بالادويه. الادويه اساسا نمره واحد نعالج السكر عن طريق الانسولين، الاقراص ما بتفيدش في اي حاجه.
الحاجة التانية عشان كرحة تلم أو عملية تلم أنا بعملها المريض عنده سكر لازم أديله أنسولين. الحاجة التانية لازم أدي أدوية لالتهابات الأعصاب الموجودة. الحاجة الثالثة لازم يكون في أنواع معينة من العناية الفائقة. العناية الفائقة إزاي المريض ده يحافظ على رجله ويغسلها بطريقة معينة بحاجات معينة. الحاجة الثانية إن إزاي المريض ده يلبس نفس الأحذية بتاعته تكون مناسبة لقدمه، لا تبقى ضيقة قوي ولا تكون واسعة قوي. يقولوا لا لازم نلبس شراب، لا مش عارفة لازم المريض يرفع رجله، لا لازم المريض ينزل رجله. يعني أنا مع سيادتك بهذا الكلام. الحاجة الثالثة إن هو هذا المريض يحافظ على رجله ما تسخنش، لأن السخونة ممكن تؤدي إلى حدوث جفاف وبالتالي تبتدي تتشقق. اللي أنت قلتيه كلام مظبوط، إن المريض يحاول إنه يرفع رجله، إن المريض لو كان عنده دوالي موجودة، ودي أغلب القرح الوريدية بيكون فيها دوالي أو ردة، بيكون عنده دوالي في الساقين، يبقى يبتدي يلبس شراب. في بعض الحالات بتتحسن عن طريق الحركة والتمرينات الرياضية، وبعض الحالات ما بتتحسنش، لكن محتاجة إن احنا نبتدي ندي علاج فطري وعلاج بكتيري لهذه الحالات، وإلا هيبقى في دور بقى الحالات اللي هي بقت مزمنة أو الحالات القرحة السرطانية أو الكلام ده كله، هنا هيبقى في دور جراحي. الدور الجراحي بيبدأ الأول بجراح الأوعية الدموية اللي هو أساسا بيبص هل في أوردة أو جلطات متكونة ويتعامل معها. بعد كده زي ما أنا قدامك على الشاشة موجود ده دكتور الأوعية الدموية بيشوف لو في جلطة موجودة في شريان ولا أي حاجة، بيبتدي يتبعه ويحاول أنه يفك هذا الشريان عن طريق أسطرة أو عن طريق أنه هو يعمل شريحة شريانية من وريد لوريد، أو عن طريق ياخد جهاز زي ما قدامي في جلطة موجودة هنا لابد أن أسلك هذه الجلطة عن طريق أسطرة والكلام ده كله. بعد كده في دكتور العظام لو كان في نوع من أنواع الغرغرينة بيتعامل معها، سواء كان عن طريق البتر أو عن طريق تحت الركبة أو فوق الركبة أو الأصابع أو الحاجة. إنما لو كل الدكاترة دي دكتور السكر ظبط السكر، دكتور الأوعية الدموية قال الحالة سليمة، دكتور العظام قال سليم، بيدخل جراح التجميل يشتغل. بيشتغل بطريق من طريقين يا أستاذ، يا إما إنه بيعمل قرحة، بيعمل رقعة جلدية، يا اما بيعمل شريحه جلديه بناخدها من نفس المكان ونلفها نغطي المكان اللي فيه القرحه، او بنعمل شريحه من القدم الثانيه لنفس القدم، او بناخد شريحه من مكان بعيد بنسميها فري فلاب ونحطها في المكان اللي فيه القرحه. يبقى دكتور التجميل يتدخل اذا كانت الاوعيه سليمه، اذا كانت الاعصاب سليمه، اذا كان السكر تحت السيطره، اذا كان ما فيش تدخل بالنسبه لجراحه العظام. ده خليني يا دكتور اسالك عن موضوع الحقيقه ممكن يكون مرتبط بالقدم السكري، ان كتير قوي ما بيبقوش عارفين ان هم عندهم قرحه او مش عارفين يتوجهوا لمين، هل يتوجهوا لدكتور اوعيه دمويه ولا بطنه ولا بطنه سكر ولا التهاب اعصاب ولا ايه بالظبط. عندنا مشكله هنا في مصر ان ما فيش عيادات متخصصه للقدم السكري، وعندنا هنا في مصر ما فيش دكتور زي بره او حضرتك او بتستقبل اي مريض بتقول له لا والله مشكلتك دي عند دكتور كذا، لا احنا لازم نلف اللفه. سيادتك هنا فعلا بتفتح عليا موضوع، وده اللي احنا نتمنى ان يكون موجود عندنا في مستشفيات مصر، عياده متخصصه اسمها عياده القدم السكري. هذه العياده فيها طبيب متخصص في مجال الاوعيه الدمويه، وطبيب متخصص في مجال جراحات العظام، وطبيب متخصص في جراحه التجميل، ومعهم طبيب متخصص في علاج السكر والنهايات العصبيه، ممكن معهم ممرض او ممرضه متخصصين في علاج هذه القرحه السكريه. اذا هذه العيادات انتشرت في على الاقل في المستشفيات المركزيه، اقدر اقول لك ان المريض اللي بيلف لفه طويله جدا علشان الدكتور الاوعيه يقول له روح لدكتور عظام ودكتور عظام يقول له روح لدكتور تجميل ويلف اللفه دي كلها، لو انت حاطه كل الدكاتره في مكان واحد يبصوا الحاله وينظروها بنوفر وقت كتير على المريض وبنوفر فلوس كتير على الدوله. فالحقيقه يمكن من خلال البرنامج لو احنا بنقول ان هذه العيادات المتخصصه تكون موجوده، دي تبقى فرصه يعني جميله بالنسبه لنا من خلال صباح الخير يا مصر. معنا تليفون من الاستاذ محي الدين من المرج. صباح الخير، اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اتفضل. بس عاوز اكلم الدكتور. ممكن دكتور منير مع حضرتك؟ ممكن. اتفضل يا فندم. دكتور منير اهلا. صباح الخير. اهلا وسهلا. ايوه يا دكتور، انا عندي كان جلطه في الرجل الشمال بتاع الاوعيه الدمويه، اداني الدواء بتاعها الحقن تحت الجلد وخف تمام من 10 سنوات. ايوه يا فندم. ففي بؤر في رجلي فوق الكعب لونها احمر محمره من 10 سنوات، هو قال لي هتفضل هذا اللون على طول فوق الكعب، قال لي مفيش مشكله. طيب حاضر، هنرد عليك. معانا الاستاذ علي من 6 اكتوبر. استاذ علي صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اتفضل. عايز اسال بس الدكتور حضرتك دكتور معاك.
هسأله بس على حاجة حضرتك معلش، إن في واحدة قريبتي عندها صلع وراثي، جبنا لها علاج كتير مفيش برضه مفيش يعني مفيش تحسن، الصعود بيزيد يوم بعد يوم. طب هي سنها قد إيه؟ عندها 37 سنة. 37 سنة، حاضر هنرد على حضرتك. طيب نرد الأول على أستاذ محي الدين، المشكلة الخاصة برجله، إن الدكاترة قالوا له لأن هي عند كعب رجله أو فوق كعب رجله هتفضل لونها أحمر. لا، هو النصيحة الذهبية للإنسان ده إنه يحافظ على قدمه، إنه دايما يداوم على الدوبلكس والدوبلر بالنسبة للأشعة اللي بتتعمل في الرجل، وإن لو حصل فيه أي ألم أو أي تورم عليه إنه يرجع لأقرب دكتور، وإنه لو كان عنده سكر يحافظ على مستوى السكر بالنسبة له، لأن أي فتحة في هذه القرحة ممكن تدخله في مشاكل كبيرة زي القرحة اللي إحنا بنتكلم عليها. طيب إحنا عندنا موضوعين بعيدين عن الحلقة، أستاذ علي يتكلم عن قريبته عندها صلع وراثي، عندها 37 سنة وشعرها بيقع، وعندنا مدام سحر اللي اتكلمت عن جمال البشرة زي الاعتناء بيها الصبح وبالليل. بالنسبة للصلع طبعا هو في حالات صلع نسائي زي الصلع الذكور، وبعدين ده محتاج إن إحنا ننظر الحالة، لكن في جراحات التجميل بتقدر تعمل كذا عملية في هذه الحاجات، سواء كان عن زرع البصيلات اللي هي الميني جرافس او المايكرو جرافس، او عن طريق البايو فايبرز، او عن طريق لف الشرايح، دي محتاجه ننظرها ونبص عليها. بالنسبه لجمال البشره والنهار والليل، الحقيقه انا دايما عليا تحفظ بالنسبه لاستخدام الكريمات اللي بستخدمها بالنهار والكريمات اللي بستخدمها بالليل. يمكن الفرق بين الاثنين وجود عازل شمس وحاجات زي كده هو، ودايما انا بفضل ان احنا ما نستخدمش الكريمات المتخصصه اللي هي ده للصبح وده بالليل، لان لما بستخدم عازل شمس بفترات كبيره ده بيساعد على ان الجلد يكون بقع، ودي مشكله، على ان الجلد بيعجز بسرعه، ودي مشكله، على ان الجلد بيتعود على ان الكريم ده بيتحط عليه 3 4 مرات في اليوم، ودي مشكله. عشان كده التعامل الطبيعي مع البشره من خلال غذائنا اللي فيه القدرات الطازجه المسؤوله عن فيتامين ا اللي بيسؤول عن جمال البشره، ومن خلال الفاكهه اللي فيها فيتامين ج اللي بيغذي الاوعيه الدمويه، ده اسلم طريق مع الكريمات البسيطه الملطفه. دي النصيحه اللي انا اقدر اقولها لهذه السيده. مدام يا دكتور اتكلمنا عن جمال البشره، المره الجايه بقى نتكلم عن جمال الخدود. على بركه الله. أشكرك دكتور منير وليام لبيب كبير جراح التجميل، شكرا جزيلا لحضرتك. ومشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل فقرات وحوارات صباح الخير يا مصر.